يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله: وكره إحرام قبل الميقات وبحج قبل أشهره، هل يعني أن الإحرام قبل أشهر الحج يصح مع الكراهة أم أنه لا يصح؟ هو ذلك، نعم يصح مع الكراهة على ظاهر كلام المؤلف، ولكن الصحيح أنه لا يصح إحرامه بالحج قبل الإحرام، لأن قبل أشهر الحج، لأن الله حدد ذلك فقال الحج أشهر معلومات. نعم.